خليني شنده امي قلتلك انا نفسي اركب قراشه بتاعت زمان. انت مش عارفه انت عملت ايه في بنتك؟ قتلتها ايه يا نديم؟ انت مجنون؟ مش هسيبها عايشه بعد ما قتلت بنتي. مفيد خليها عندك ما تتحركش. مريم دي خدتني لغايه المأذون، يعني اتجوزتها، يعني لازم اقفش منها قفشه كبيره قوي. قولي له ركز في الشغل ويسيبه من لت النسوان بتاعه ده. هبطل اخرج واسهر، والكوك بقى انت تعالجني منه. هي اصلها عايزه توريني انها موته نفسها في الشغل، حاسه انها ايامها الاخيره. هتموت. انا وانت بس اللي نعرف الموضوع ده، ما كانش فيه تالت بينا. عرف منين؟ حتى مريم دي لو اتطلقت انا استحاله اتجوزها. ظاهر انه عارف حاجه بخصوص مكان مدام رشا. حاله شغل مؤثره عليها. يعني لو اتقدمت للمحاكمه يعتبروها مجنونه ويحطوها المستشفى وبعد كده تخرج تعيش حياتها. نسافر باريس. ولا تقولي انت تغلطي وانا ادفع الثمن. مفيش وقت للحلول والقرارات. اقعدي هنا يا مريم. بس هقول لنديم ايه؟ هقول له اي حاجه بقى. عندك امتحانات دبلومه، عندك علاج مع دكتور، عند اي حاجه، بس المهم ما يعرفش. يلا يا مامي بقى. ايوه يا حبيبتي. مامي جايه. جايه حياتي. نفسي مرة واحدة، مرة واحدة تعملي حاجة صح في حياتك. على طول انت تغلطي وانا ادفع الثمن. انت على طول متعصبة عليها كده؟ اعمل ايه بس يا رنا؟ ده انت يا حبيبتي بتسمعي الكلام اكتر منها. بس هي طيبة. طيبة ما انا عارفة، بس بتعمل حاجات تغيظ. مين اللي بيكلمك؟ ده بوبي. طب وقفلتي عليه ليه؟ اصلي بصراحة مش عارفة اقول له ايه. قولي له اني ولا اقول لك لا تقولي ولا تعيدي. انت ما ترديش عليه خالص لحد ما نسافر. مبسوطة؟ ليه؟ عشان هنسافر. انت بتعملي ايه فوق؟ كنت بجهز البلاي ستيشن عشان اكسب. تكسبيني انا؟ طبعا. اي نعم انت ماي هيرو، بس مش هتقدري عليا في البلاي ستيشن. لا طبعا هنكسبك. طب يلا هنشوف. وريني التحدي. Who is mommy's hero؟ انا. اديني العنوان. عنوان مين؟ عنوان البيت اللي اتجوزت فيه الزفت اللي اسمه نديم فخري. بس انا لو سمحتي بلاش لف ودوران، الجرايد كتبت ان الفرح خلاص تم في فيلته اللي في القطاميه، والصور ماليه الجرايد وحضرتك منوره في كل الصور. ايه ده؟ والله ما كنت اعرف انها فيلته، ده انا حتى كنت فاكراها. ارجوكي اديني العنوان وانا مش هقول لحد. والله ملك ما تفرق معايا، انا كل اللي يهمني بنتي اللي هي اخدتها من ورايا. ممكن حضرتك تهدى شويه؟ هو انت شايفاني مجنون ولا بشد في شعري؟ ما تجيبي العنوان. ما اعرفوش، ما اعرفوش. ماشي، انا بقى هعرف ازاي اجيبه، وبنتي هاخدها بالذوق بالعافيه هاخدها. ايه ده؟ ايه ده؟ كانت متجوزاه ازاي ده؟ قلت لك لا بقى. لا ايه جول ده؟ انت ايه؟ انت بتكذبي. فين ده؟ اهو قدامك. لا لا ده مش جول. لا ده جول بتاعي. ده جول مامي. انا اللي بدخل ريال مدريد. نعم انا ريال مدريد. انت برشا. لا ايه ده؟
زيكم. تعالي لي. أنا أسفة لو جيت البيت بالطريقة دي، والله أنا أسفة فعلاً، يعني ما كانش قصدي والله أسبب أي نوع من أنواع المشاكل. هو أنت يا أميرة ممكن تعملي لي مشكلة؟ ما أقصدش. ولا تقصدي؟ بلاش يا أميرة خيالك يسرح بيكي وتتصوري حاجات ولا أنت ولا أي مخلوق يقدر عليها. أنت بتعاملني كده ليه؟ أنت ليه بتتجاهل كل اللي قلته لك قبل كده؟ يا نديم أنا اللي بيحركني خوفي عليك. مش عايز لت. فين مدير الشركة اللي هتنظم الحفلة؟ فاضل ربع ساعة على ميعاده. بس أنا عايز أقولك إن لولا البوب جه هنا أنا مكنتش هجيلك البيت والله. لو على مكالمة رئاسة الوزراء ما أنا كنت بعتلك مسج ولا بعتلك الحكاية دي مع حد. خفت بس بعتلك مسج على موبايلك أقولك إن البوب ده عاوزك ضروري. وانت إيه اللي يخوفك في حاجة زي دي؟ ما هو البوب ده أكيد متراقب اليومين دول. ما هو مش لاقيين لعماد القط ولا جثته ظهرت. هو أنا مش وريتك شهادة وفاتك قبل كده؟ مستعجلة ليه على نهايتك؟ ياريت تعملها وتخلصني. أفضالك، بس حظك إني مشغول اليومين دول. طب أنا عندي حل يريحك. سيبنا نمشي. كان ممكن أسيبك تمشي قبل الكلمتين اللي قلتيهم. دلوقتي مفيش غير سكة واحدة عشان تمشي، أنت عارفها. ده جزاتي إني حبيتك؟ اللي يحبني ما يلعبش معايا، ما يلفش ودور من ورايا، ما يخلقش قصة حب يعملها البانة عشان مصلحته. فهمتي ولا أقول كمان؟ انت مش حاسس انت عملت فيها ايه؟ تبقى ما فهمتيش، ودي مشكلة انا اللي لازم احلها. مجنونة انت. طيب يلا دعتي اكلمك. ايه روحي نامت؟ نامت بعد ما سألتني 100 سؤال. افرضي يا ماما ان الدكتور قال لازم نقعد هناك مدة طويلة، افرضي يا ماما ان العلاج ما جابش نتيجة، افرضي يا ماما اني مش هخف. يا حبيبتي ما تسبقيش الاحداث، توتريش نفسك وتوتريني، ان شاء الله هتخفي. بس بتكلم مين؟ طبيعي يا روحي، طفلة وخايفة من اللي بتسمعه. البنت دي شافت كتير يا نديم. معلش بكرة تبقى زي الفل إن شاء الله. مشكلة كمان إنه مريم مش هينفع تسافر معانا. ليه؟
عندها ميعاد مع الدكتور بتاعها هنا، وكمان منع عليها تطلع في الطيارة عشان بيأثر على أبدانها حاجات كده طبية ما فهمش فيها. أنا ممكن في 24 ساعة جهز لها طيارة خاصة مجهزة من كله. لا وعليه، خليها تتابع مع الدكتور بتاعها هنا، لو ما جابش نتيجة هبقى نسفرها. وكمان ممكن أنا هناك أسألها على دكتور خاص. اللي انت عايزاه، بس تعرف ان الاوبشن ده موجود. ايه الجورناندا؟ الجورناندا لما تشوفها هتعرف ان وشي حلو عليك. انت وشك حلو عليا من اول يوم شفتك فيه. طبعا. اتفضل يا سيدي. هتبقى وزير. وزير مرة واحدة؟ طب وانت عايزاني ابقى وزير؟ طبعا. ليه؟ عشان أنا أبقى مسس فخري مرات الوزير. مش عايز تدخل التاريخ؟ أهو ده بدخلك تاريخ مصر على الأقل. بس الوزراء روحي دلوقتي ما بيخشوش التاريخ، دول بيخشوا طرة. إيه ده بجد؟ يا عيني. بص يا ستي، لحد دلوقتي الموضوع ده خبر، لكن لو كلموني في التليفون فعلا يبقى حقيقة، ولو كلموني هرفض. ترفض تبقى وزير؟ ليه؟ أقولك. ترضي يا روحي جوزة حبيبك نديم فخري يبقى وزير، وبعدين يجي واحد من بتوع مجلس الشعب اللي ناجحين بفلوسهم يعملوا له استجواب، فيقف في مجلس الشعب يسألوه وهو يجاوب. عارفه يا روحي، انا عشان اقابل رئيس الوزراء اكلمه بس في التليفون، وابقى انا قاعد عنده جوه والوزراء بتوعه قاعدين بره مستنيني انا اخلص. ابقى وزير ليه؟ عارفه. ناقصني ايه؟ ولا حاجه. مش كده برضه؟ قوي كده. اه بس نفسي بس ادخل جوه الدماغ دي واشوف ايه اللي بيحصل جوه، تركبها ازاي دي من جوه. نفسي. تعرف حقيقي؟ طب اقفل الباب وتعالي وانا اقول لك. الباب؟ مين يعني اللي هيفوت علينا؟ معلش مش عايز حد يسمع. ماشي. ده وقته اوعى كده. ده هو ده وقته. لا عندي سفر. بس اوعى. سفر ايه يا راجل؟ انت عارفه ده بقى اهم من الوزاره. هو ايه ده؟ هو ده. اهم من كل الوزارات اللي في الدنيا. يا شيخه بلا وزاره بلا نيل. ممكن نستخدم التليفون؟ اه صدق. خلاص ولا لسه؟ لا لا معلش ثانية بس عشان اصلي مش فاكرة قوي الرقم. ماشي انجزي بس عشان في ناس هتحتاج التليفون، يا ريت لو سمحت. البس سجاير لو سمحت، ازازة مية. ماشي المية هتلاقيها هناك.
شكرا. عفوا. سجاير حضرتك هنا ما خدتش حاجه يا بنا. حضرتك السجاير هنا. بتحبني يا روحي كل حاجة تبقى كويس. You don't worry at all. باي 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 يا روحي. باي باي يا روحي يا روح بابا نادين. باي 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 باي. تروحي وترجعي بالسلامة. يا ريت عشان أنا زهقت من المستشفيات والحقن والأدوية. عايز أرجع زي زمان وأروح المدرسة. هنروح المدرسة وهنعمل كل حاجة حلوة إن شاء الله. يلا تاخدي بالك من مامي. اطلع يا حبيبتي. هتوحشيني. وانت كمان. تكلميني اول ما توصلي. تصحيني ان شاء الله الفجر. خد بالك من نفسك. انت تاخدي بالك من نفسك. أكيد ما تقلقش. بس يا حبيبي أحبك. وحشني. كله تمام؟ محتاجة حاجة؟ عايزاني؟ خير؟ سر؟ مش عايز حد يعرف؟ طب اتفضلي. تفضلي احكي لي يا ست السر. اوعدك بايه؟ مش عايز زمالك تعرف؟ ليه؟ تفضل. أنا هقف جنبك أكيد، بس احكي لي الحكاية. متجوزة؟
ايوه يا مين؟ الو؟ انا خالد الليسي، حضرتك مين؟ مع حضرتك اميره ناصف، اكزيكتيف مستر نديم فخري. اهلا بيك. هو الباشمهندس كان عاوز يقابل حضرتك النهارده ضروري. النهارده؟ طيب، واضح يعني انه عارف ان انا مسافر فعايز يقابلني على وجه السرعه. بس انت عارفه الواحد الفتره دي مشغول جدا وعندي سفريات كتير. طيب انا هبقى عندكم كمان ساعتين. تمام، اوكي. سلام. انا الحق اروح اغير واروح لهم. اهو الواحد يطلع باي مصلحه من العيله دي. ليه مالك ما قالتليش حاجة زي دي؟ ليه تخاف انتي؟ ما عملتيش حاجة غلط، انتي متجوزة. طيب مش هقولها. هساعدك طبعا. مش انت سمعتيني بكلم اميره تكلمه عشان يجي للمكتب؟ طيب اوكي، هطلعك منه. كل المعلومات اللي طلبتها عنه جات لي. طمني. اوكي؟ مستر نديم. خالد بيه. ميرسي يا أميرة. قعد يا خلودة. ازيك يا نديم بيه؟ ازيك؟ واحدة اهو من دول. أنا مبسوط يعني بصراحة إن أنا قابلت حضرتك يعني قبل ما أسافر، أنت عارف الواحد بقى عنده مشاكل كتير جدا الفترة دي. أنت مسافر عند عمتك في الزقازيق ولا إيه؟ عمتي؟ عمتي مين؟ عمتك عيشة. أخت عمك حسن الليسي محتكر المقاولات في الشرقية. أخت أبوك عبد اللطيف الليسي. بتاع السيراميك. واضح انهم لابسين من اول يوم. يا فندم؟ لا مفيش حاجه. انت ابن عبد اللطيف ولا لا؟ او حضرتك تعرفه؟ اعرفه طبعا، واعرف مراته كمان. اوعى تكون ابن عفاف. لا عفاف لا. لا عفاف دي تبقى مرات ابويا، يعني امي توفت وانا صغير وبعدين هو اتجوز عفاف على طول. الله يرحمها، كانت ست عظيمه، لو كانت عايشه كانت حاجات كتير في حياتك اتغيرت. طبعا. طيب انا عارف مواعيد ضيقه، فالواحد لازم يلحق يعني يمشي. وبعدين اقعد احنا لسه ما كملناش. لسه ما كملناش، بس هنقول ايه يعني؟ احنا هنقول ايه لو يعني واضح ان حضرتك عارف كل حاجه؟ حضرتك بتقول لي عمتي وعفاف والشرقيه والسيراميك، فيعني واضح ان حضرتك عارف كل حاجه. هو انت دمك خفيف، واكيد ده اللي حبب مريم فيك. مريم، الورقه اللي قدامك دي فيها عنوان المأذون، هتروح له وهو مرتب كل حاجه، فاضل امضتك بس. امضتي؟ هتطلق مريم. طب حس ان الموضوع كده بقى، حضرتك بيزنس مان وعارف ان الحاجات دي ما تتمش الا بتمن. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه، عشان انا لو سمعت اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى لازم ارد، وانا لما ارد برد من غير كلام. طبعا اذنك. على فكره انت عندك حق، كل حاجه بتمن طلاقها قصاد حياتك، واعتقد ان ده تمن غالي.
أستاذة أميرة، أنا بكلمك الفترة الجاية كتير، يعني في مصلحة كده عايزك فيها، ها؟ تعملي فيها فلوس، فلوس، يلا، أكلمك بعدين. عبيط ده ولا إيه؟ لوجي استنى عندك. في ايه؟ لوجي ازيك يا حبيبتي؟ انا ماما. انتي مش فاكراني؟ انا مسافرت زي ما قلت لك. سيب البنت، انتي مجنونه ولا ايه؟ ابعد ايدك عنها. انت عايز تخطف بنتي؟ ده انا هجيب لك البوليس. ده انا اللي هجيبه لك. سيب البنت. انت كمان هتنجح؟ ده انا هوديك في 60 داهيه. ده انت باين عليكي حب رسمي. سيب البنت. اوعي دي بنت. عارف سايبينكم في الشوارع دي ليه؟ حرام عليك دي بنت.